طيب، رؤية حضرتك لدور الأحزاب السياسية في توعية المواطنين وفي وجودهم على يعني على الأرض مع المواطنين والشباب تحديدا، وتوعيتهم بالمشاركة في هذه الانتخابات، شايفه إزاي؟ الحقيقه الاحزاب السياسيه لعبت دور مهم جدا من ساعه ما بدانا، ويمكن من قبل ما نبدا الانتخابات، ويمكن حتى من الانتخابات بتاعه 2020 في انتخابات البرلمان، سواء كانت الشيوخ او النواب. الاحزاب كانت متواجده على الارض ممثله في البرلمان بشكل كبير جدا. عندنا احزاب طبعا حصلت على الاغلبيه، وعندنا احزاب عندها 50 كرسي 26 كرسي 7، طبعا بدون ذكر اسماء الاحزاب اللي موجوده، انما خرجت احزاب من المشهد السياسي خالص، من البرلمان اقصد يعني، ودخلت احزاب ثانيه مكانها. فالحقيقه الاحزاب موجوده من 2020 وممثله وبتشتغل على الارض. لكن في فتره الانتخابات الرئاسيه بدات تظهر تحالفات، يعني هنلاقي احزاب اشتركت مع بعضها حوالين مرشح معين، هنلاقي حزب اشترك لوحده ودخل بمرشح بتاعه، هنلاقي مجموعه احزاب بترشح مرشح تاني خالص بره الانتماءات الحزبيه اللي موجوده عندها. فالاحزاب كانت موجوده في الشارع من اول لحظه احنا بدانا نشتغل فيها في فكره الدعايه الانتخابيه. الاحزاب بدات تعمل مؤتمرات في كل الاماكن اللي هي موجوده فيها، سواء كانت في المحافظات او في المراكز او حتى في القرى، علشان تقدر توصل للناس وتكلمهم على فكره مين اللي انت لازم تنزل تنتخب مين بقى. كل حزب على حسب الايديولوجيه بتاعته، كل حزب عنده مرشح هو بيأيده تأييد واضح ومطلق وهيبقى وراه وبيبقى بيتعامل معاه وهكذا. لكن الرساله الاهم اللي احنا لقيناها من كل الاحزاب انه انزل شارك. يعني المهم حتى لما الاحزاب بتروح مكان وبتلاقي انه الناس اللي موجوده فيها ما بتأيدش الايديولوجيه دي او ما هياش موجوده علشان تأييد المرشح بتاعهم، الحقيقه بنلاقيهم بيتحولوا مباشره لفكره طب انزل. يعني انزل شارك علشان خاطر مصر، علشان خاطر الشكل العام، علشان خاطر صورتنا قدام العالم كله بصرف النظر انت هتدي مين. وحتى الاقبال اللي عملته والتنظيم اللي عمله الاحزاب قدام مقرات الشهر العقاري في جامعه التوكيلات، اول ما بدانا خالص جامعه التوكيلات، كان ادخل اعمل التوكيل لاي حد، بس ادخل وشارك وخلي كل الناس تقدر انها تبقى موجوده والمشهد العام يبقى موجود. كل الاحزاب الحقيقه بتتحرك بشكل كويس جدا، وكلهم على فكره بيعملوا مؤتمرات ساعات جماعيه، يعني بتلاقي ثلاث اربع احزاب مع بعض عاملين مؤتمرات جماعيه كبيره. تحالف الاحزاب المصريه عمل يعني شكل كبير جدا وعمل مؤتمر كبير وحاشد. كل الاحزاب في المحافظات من اول اسكندريه، يعني كل يوم عندنا مؤتمر الحقيقه في حزب بنروح نحضره علشان فكره شارك وفكره التأييد لبعض المرشحين وهكذا. فالحقيقه الاحزاب لعبه دور كبير جدا جدا من خلال نوابها ومن خلال طبعا قواعدها الجماهيريه.